مادام تخدم الحديد. الحمد لله. عاوننا بشوية حديد. نعاونك بالحديد على المستوى الوطني. الله يستر. وين تحط بعض خص الحديد هنا. ما شاء الله عليك. من الشرق غرب شمال جنوب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شوف المشكل تاعنا. ومش غير لك أنت يا. شو يكون واحد آخر عنده نفس الـ المنهاج نتاعكم انتوما ويطلب الحديد باش يبني دار الناس هاني هنا. تبارك الله عليك. احنا ما نقبلوش الديار اللي ما عندهمش ضلع على جال الحديد جوستهم. مرحبا. دوك الناس اللي ما عندهمش ديار نقدروا وفقنا ربي نقدروا نبنوا لهم دار. مرحبا. 48 ولايه نعيط لك. 1541 بلديه. الله اكبر ربي. بقي يستر خويا. 2372 كيلومتر مربع. الله يسترك خويا. تبارك الله عليك تبارك الله عليك وان شاء الله ربي يخلف عليك بالخير. امين. وصول ماده الحديد من شركه هراد التي اصرت على مرافقتنا في 48 ولايه وفي كل تحدي نرفعه الا وهي معنا وبجانبنا، فهذه ليست المره الاولى التي تساهم فيها في العمل الخير، فشكرا لشركه هراد لوقوفها معنا ومع كل العائلات المحتاجه. سمعنا اليوم الحصة تاع اليد في اليد خونا نعيم راهنا في حي بنغازي، طوعنا باش نجو نعطوا يد العاملة لخونا يوسف هدايا، وماذا بينا إن شاء الله نفرحوا يوسف خونا في أقرب وقت، ماذا بينا يسكن في داره جديدة، اللي يحب الخير يتقدم مرحبا به، ومازال الخير في بلادنا ومازال الخير في ولادنا، والسلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكون نصيرة فيكم؟ كاين دونا سيرة. دونا سيرة شكون يهضر معاك في التليفون؟ أنا هي أنا هي الله يسلمك. أنت هي رئيسك جمعية شعلة الأمل. شعلة الأمل. ربي يخليها شعلة في وجوهكم. إن شاء الله آمين يا ربي العالمين. ونصيرة خياطة. خياطة نعم. معاكم في الجمعية؟ معايا في الجمعية. والأخت ملهاه؟ خياطة ثاني. ما شاء الله ما شاء الله. راكم تخيطوا لي بافيت الله يبارك. أنا مع لي بافيت. دي جوطابل هذوما؟ أه دي جوطابل. ما شاء الله ما شاء الله. باش تعاوننا بالخياطة ولا بال ولا بالجمعية؟ نعاونك بالخياطة بالجمعية بحباب ربي بكلش بيدينا بكلش كلش كلش. تسمى في كورونا تلايمتوا على لي بافيت. اه وي. شحال خدمتي من بافيت الأخت؟ خدمت ويمين. 8000. ويمين ملي بدات الكورونا إلى يومنا هذا. بدينا لوبات. باسكو علاه اللي يقولوا الأولين خلاصوا قال لنا كيخرجوا 8000 خلاصوا أنا في اللي يقولوا الدوزيام. ما شاء الله ما شاء الله. الأخت نصيرة شعلة الأمل. أنا كي شفت ميساج تاعك فرحت لأنه كان عندي مشكل تاع جمعية اللي تخدم ترافقنا في الطياب. كاش إشكال كامل كيما فهمتك في التليفون. جمعية ولا بلا جمعية ما كاش إشكال. الله يستركم. شوف احنا أعضاء الجمعية تاعكم الله يبارك تتلموا، احنا علينا السلعة الخضرة كامل تاع الطياب وانتم عليكم يديكم. هاد الناس اللي جاوا يطوعوا جابوهم الخير صح وما ناكلوهم حاجه نقيه. لا 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 وحاجه صح. وحاجه خير صح صح صح. بلا مزيه خويا بلا مزيه رانا هنا ما كاش اشكال. انا يوميا 50 60 ما كاش اشكال كامل. هاد تخممش قاعيتك بربي ان شاء الله يقدرنا ربي وياكلوا حاجه سخونه ومقيه وبلا مزيتنا. شعلة الامل ترافقنا باذن الله تشكرونا في الجنة. لا مزية خويا ولا مزية. الله يعطيك الجنة إن شاء الله. باسكو كيف فتحت عليهم هذا الباب تعرفيهم هاد العائلة؟ نعرفهم نعرفهم مليح مليح ما شاء الله. نعرفهم مليح مليح ويستاهلوا. يستاهلوا مدام. اه وي صح يستاهلوا. عائلة اللي صح تستاهل يعني بلا ما نحكوا الحكاية. عائلة اللي صح تستاهل كو ساسوا من جهة الأم ولا الدراري ولا الأب يعني قاساو في حياتهم قاساو قاساو. أو ربي الحمد لله ربي ما في غير الله يمهل ولا يهمل. أكيد 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 الله بعد العسر يسر. وصول الآجر إلى الورشة والبداية في إنزالها من طرف أبناء الغواز بكل قوة وتلاحم فيما بينهم، فهمهم الوحيد هو إسعاد عائلة خيثر التي عانت وتألمت في صمت. السلام عليكم. وش راكم؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. انتم جيران هنا؟ جيران. نعم الله يبارك. حوست عليا من قبل. حوسنا عليك. قول لي خويا تو الجروب قاعد ان شاء الله. ما شاء الله ان شاء الله اليوم مفطور علينا ما شاء الله. الله يبارك الله يبارك. وان شاء الله تاكل. وش فيها وش فيها؟ فيها طعام تاع 70 بالسام تاع 90 بالسام. كلش كلش بالمناسبه التحق بين هذا بناء جاري ثاني محمد حبيسان ثاني شغلك هذا هنا 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 ه
يا خويا البريدي وهذا شكون هذا؟ هذا يوسف اللاعب وليدي. شوفوا لنا كاش فريق ان شاء الله يلعب ديبي غوشي مسموم كاع نجيو نديروا بارتيه ان شاء الله. شوف خويا ربي يوفق ان شاء الله. يعني قصرنا شويه ونحكيوا شويه سيريو. ان شاء الله تكونوا قدوه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله تكونوا قدوه لانه شانتي كيما هذا 50 واحد لازم نوكلوه ماشي يجي يخدم صح. ان شاء الله يخدم باب يوم في حيط راسي توت لا جورني ومن بعد نعطيو له سندويش. شوف فاهم حنا معروفين ما تقدرش ترقع يتيك بالكرم ما تكسش كراسك يب الدار اللي يدخل يفطر فيها انت على راسه انت المثل انت الصح الله يبارك والقرب كاع ان شاء الله. السلام عليكم.